السلام عليكم ورحمة الله البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى لكم تكونوا كاملين على خير وبخير يا ربي. المهم البنات، هاد النهار بغيت ندير واحد الحلوة، المهم تيراميسو، وبغيت نشاركو معاكم ان شاء الله باذن الله يا ربي. والمهم عندي بزاف تاع الطرق تاع التيراميسو، المهم نشارك معاكم هذا، ومن بعد ان شاء الله المرة الجاية عطيكم ان شاء الله باذن الله. المهم هذا النهار بغيت ندير هذه الحليوه هذه، وقلت علاش لا نشاركها معكم. المهم نشوفوا الناس هذه عندكم شويه مره، انا الشمس واخا البرد البرد دابا غنوريكم المقادير ان شاء الله. بغا يديرها في الحليب يديرها في الحليب، يعني كل واحد الاختيار ديالو. انا كتعجبني بالقهوه، المهم القهوه. وعندي هنايا تيراميسو ماسكاربون، هي ماسكاربون، عندي 250 غرام ديال ماسكاربون. وعندي هنايا هاد لا كريم ليكيد 30% تاع لا ماتيير كلاس، باش ما نديرش لكم الحس بالطراب. يلا المهم نخليكم معايا. المهم البنات، بعد ما طلعت الكريمه نسيت ما قلت لكم شراني درت فيها نص كاس ديال السكر، نص كاس ديال السكر هذوك ديال العنبه. المهم السكر كل واحد ولا حسب، كما الا كتبغوا الحلاوه بزاف زيدوا الحلاوه، حيت انا عندي الكاطو ديجا حلو، وغادي من بعد ندير فوقها الكاكاو، يعني نقصت نحط شويه من السكر، درت غير نص كاس، غادي تجيني هذيك هي. المهم البنات الكريمه خصها تجي هكا، ما تطلعوهاش بزاف، يعني تجي هكا. وان شاء الله درك غادي نبدا معكم نوريكم غير شويه كيفاش غادي ندير، نوريكم الطريقه. عندي هنايا القهوه، هذه راه ماشي القهوه سريعه الذوب، انا البنات هذه راهي انا اللي صايبتها في الدار، يعني ان شاء الله الا بغيتوني نشارك معكم الوصفه نشارك معكم. درت فيها القرفه، درت فيها المهم انا مصايبها في الدار، طبختها عني على يديا، ما كتعجبنيش انا القهوه سريعة الذوبان، وما كتعجبنيش القهوة ديال الكافيتيير. المهم نغطسو هنايا البنات، وقلت لكم البنات الا بغيتو تعوضوا القهوة بالحليب ما كان مشكل، كل واحد الذوق ديالو. المهم نغطس في القهوة هنايا، سمحوا لي راه واحد اليد كتصور وواحد اليد كتخدم، حيت ما كتصور ليش بزاف. المهم البنات نمشيو هكا نغطسو في القهوه ونديرو هنايا، نغطسو في القهوه البسكويت ديالنا، يعني غير ما نخليوهش بزاف، من الاحسن باش ما يشربش بزاف، يعني غير نغطسوه ونهزوه. هو راه هاد
لي بتي بوغ هما في الساع كيشربوا، فهمت البنات؟ يعني في الساع كيشربوا، يعني ونمشي هكاك وغادي ندير عاوتاني من فوقهم سطر اخر نكمل. المهم ندير جوج جوج هكا، يعني نكمل السطر. خاصكم ديروا جوج جوج البنات، جوج جوج يعني وحده فوق من وحده. المهم نكمل معكم نوريكم هذا من بعد باش ما يجيش الفيديو طويل. المهم انا نكمل وراني. المهم البنات راني درت هنا الكريمه، نحاولوا نسرحوها يعني ندخلوها مع الجناب مزيان نقدوها. سهله هاد الحلوه هادي، وكتجي بنينه والله العظيم البنات، الا كتجي بنينه كتجي من السما بريحه القهوه. المهم هكا، المهم البنات هكا انا راني زدت عليها هنايا الرقائق ديال الفويتين، يعني الفويتين ها هي هذه نتاع كريب دونتيل، سميتو كريب دونتيل ولا الفويتين. المهم كل واحد الذوق ديالو، الا بغيتو تزيدو ديرو فوقها يعني غير باش تجي شويه قرمشه، باش تعطيها شويه القرمشه. الا بغيتو ديروا اي كاطو عندكم ولا هكا ولا شوكولا، ولا الا عندكم دوك الحبيبات ديال الشوكولا تقدروا ديروهم، ولا اي حاجه. المهم كل واحد الذوق ديالو. انايا كان عندي هذا ودرت هاد رقائق الفويتين، ومن بعد ان شاء الله غادي نعاود نفس الطريقه، نعاود نفس الطريقه غادي نسطر كامل، ندير عاود نغطيهم بلي بيسكوي هاد الكريمه وهاد الاخر، يعني نفس الطريقه غادي نعاود ومن بعد ان شاء الله المهم البنات هيا كملت عاوتاني الطبقه الثانيه كما وريتكم في الاول، الطبقه الثانيه ومن بعد غادي ندير فوقها عاوتاني الكريمه، نغطيها عاوتاني الكريمه كما الاول نديرو في. المهم كو عارفين البنات كما في الاول نديرو دابا حتى هكا نغطيوها. نسرحوها كاملة على الوجه. المهم البنات نسرحها. المهم البنات هي كملتها كتجي على الطريقة هذه، وانا غادي نديرها في الفريجيدار ديالي تبقى ليله كامله، يعني ليله كامله باش تشد راسها مزيان. ومن بعد ان شاء الله انا من غنزوقها انا نوريكم تزوقوها باي حاجه البنات، انا غندير عليها غير الكاكاو من الفوق، وان شاء الله غنوريكم كيفاش غادي تجي ان شاء الله في الاخر. يلاه البنات نتمنى لكم ان شاء الله التوفيق والتيسير لكل وحده، وان شاء الله يا ربي يا ربي ما تنساونيش ما تنساونيش باللايك ان شاء الله، ونتمنى الفيديو يعجبكم وشكرا لكم كاملين. يلاه السلام.